العاملين بيحصل مع مرور الوقت ما كان بيعطل، محتاج صيانة، الموارد بتاعته محدودة، يقبض العمال ولا يعمل الصيانة؟ بيختار طبعا انه لازم يوفر المرتبات. مع مرور الوقت بتبدأ هذه القلاع تدريجيا تتدهور وتنهار. هذه القلعة اللي احنا بنتكلم عليها، شركة القبضة، كان قوامها يعني قبل ما نعمل عملية جهد إعادة الهيكلة 31 شركة مختلفة موجودة منتشرة في الدلتا في مصر. عدد العمالة اللي فيها 47,000 أو 48,000، نصهم موجودين هنا في المحلة الكبرى 24,000. طيب الشركة النهاردة عليها مديونية متراكمة قد إيه؟ حضراتكم شفتوا في العرض 21 مليار جنيه، سواء للدولة، للضرائب، للتأمينات، مختلف اللي احنا الجهات اللي ممكن يبقى عليها هذا الكلام. الخسائر اللي كانت محققة في الفترة بس السابقة متراكمة 8 مليار. طيب احنا كدولة النهاردة نقدر ان احنا ندخل ونعمل حركة او تطوير حقيقي في هذه الصناعة اللي هي صناعة مهمة جدا واساسية؟ الدولة المصرية كانت بتستعرض قدامها، لان هذا النموذج موجود على مستوى كل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للدولة. فعشان نختار النهاردة ايه اللي يتطور وايه اللي ما ينفعش يتطور، ده بيبقى طبقا لرؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه في هذه القطاعات. بمعنى عشان اوضح بصورة واضحة، المشروع اللي احنا فيه النهاردة عشان يتطور، حضراتكم شفتوا الارقام، 30 مليار جنيه فقط لهذه الشركة القبضة، عبارة عن 8.5 مليار انشاءات جديدة ورفع كفاءة انشاءات قائمة، ده مختلف الافرع بتاع الشركة القبضة، مش المحلة بس اللي موجودين على مستوى الجمهورية، بالاضافة ان احنا نجيب مكان جديد ب 650 مليون يورو، نجيبهم مع بعض نحسبهم 30 مليار جنيه عشان يقدروا ان هم يعملوا الخطوات المهمة جدا للاستفادة بالقطن المصري العظيم بتاعنا، اللي هو يعني طبعا بيحصل الحلق في محالج اللي بتعمل لها برضو تطوير، ويجي هنا القطن يبدأ يتعمل له كل ما يطلق عليه، بدءا كل العمليات والخطوات، بدءا من الغزل وبعدين النسيج وبعدين الصباغة، وبعد كده نقدر ان احنا نستخدمه بقى في انتاج المنتجات النهائية، ملابس، ملايات وبريات، وبريات يعني اللي احنا عارفين الفوط وكل الحاجات دي كلها. لكن النهاردة الواقع اللي بيقول لنا ان القطاع الخاص المصري مش قادر ان هو يعمل الخطوات اللي في الاول، اللي هي بالذات موضوع الغزل والحجم الهائل من المنتجات اللي موجودة. فالنهاردة كان اختيارنا لما بنيجي نختار قطاع عشان نطوره، بنختار القطاعات اللي هي تخدم على الاقتصاد المصري وتساعد كمان القطاع الخاص بعد كده ان هو يكمل. القطاع الخاص موجود فين؟ موجود في صناعة الملابس والوبريات اللي هو الجزء الاخير من البروسيس، ويمكن بعضهم ممكن يبقى موجود في النسيج، ولكن الاساس هو عايز المنتج اللي يدخله عنده في الملابس والانتاج اللي كله. فالنهاردة لما بنختار قطاع عشان نعمله تطوير، بنختاره بناء على رؤية موجودة للاقتصاد، فبنقول ده اللي ينفع مع التطوير وده اللي ما ينفعش فيه تطوير، والافضل احنا كدولة نوقف خسير نزيف الخسائر، زي ما حصل في بعض القطاعات وحركوا عارفين زي الحديد والصلب وبعض قومية للاسمنت، لان خلاص بقت فيه مقومات كبيرة جدا وفي بدائل اخرى من القطاع الخاص والدولة، وبالتالي بنجد ببساطة شديدة ان الافضل ايقاف نزيف الخسائر. لكن في قطاع زي ده لا، ولا قررت انها تدخل بقوة. وعشان بس نحط الرقم، انا بقولها لحضراتكم 30 مليار جنيه في شركة واحدة، هل القطاع الخاص يقدر ان هو يحط ال 30 مليار؟ انا بقولها لحضراتكم لا. فبالتالي هنا ده دور الدولة تدخل وتطور. ده غير احنا المفروض هنسوي مديونيات بكام؟ 21 مليار تانيين، جمع 51 مليار جنيه عشان مشكلة احنا كحكومة، انا اقولها احنا مش مسؤولين عنها، لكن احنا مسؤولين ان احنا نحط رؤية اصلاح وان يتعمل تغيير. انا بقول هنا لان كان ممكن نختار الحل الاسهل. الحل الاسهل ممكن يقولك ايه؟ سيب ده كله كده بمشاكله
وروح اعمل حاجة جديدة برا. لكن طبعا الكلام ده ما ينفعش، لان احنا بنتكلم على مدينة المحلة الكبرى، اهاليها الطيبين اللي طول عمرهم شغالين في هذه الصناعة، وبالتالي كان لازم ناخد الحل الاصعب، انك تطور القائم بمشاكله وتحدياته. انا بقول عشان كلنا نبقى عارفين مدى تعقيد وصعوبة الحل والخطوات. طب الاهم بقى، احنا دلوقتي بنطور وبنعمل، وحضراتكم شفتوا ده المكن الجديد اللي لسه جاي وبيركب وهيبدأ يشتغل. انا محتاج مع ده تطوير وتدريب كبير جدا للعمالة الموجودة وتأهلها، ولكن بمنتهى الامانة، وانا بقولها النهاردة وقلتها لقيادات الشركة قبل ما ندخل في العرض اللي حضراتكم كنتوا معانا، لازم يكون هناك منظومة ادارة وتشغيل وتسويق مختلفة تماما، ولازم يبقى معانا القطاع الخاص في هذه المرحلة. طب القطاع الخاص مش قادر يمول ومش قادر يعمل، احنا عملنا هذا الدور كدولة. يجي القطاع الخاص اهلا وسهلا يدير ويشغل ويسوق معانا، هي وهو بيبقى شاطر في الحاجات دي، يبدأ يشتغل معانا في هذا الموضوع. لان انا بمنتهى الامانة بقولها بناحية الشفافية، استمرارنا بالتحديات وبنظومة العمل اللي كانت متوارثة وموجودة، لو هي اللي استمرت، انا اسف اقولها بهذا الشكل، هيجي رئيس وزراء بعدية بعشر سنين مع قيادات ويبدأوا يبصوا على خطة اعادة تطوير هذه المنشأة مرة اخرى. مينفعش، احنا بنحط دلوقتي حجم هائل من الاستثمارات، لازم، وده اللي انا عشان كده انا بقولها وطلبت من السيد وزير قطاع الاعمال وبدعوا القطاع الخاص ان هو نبدا نشتغل مع بعض في شراكه حقيقيه، زي ما فخامه الرئيس قال، سيادة الرئيس قال احنا مستعدين في كل مشروعات الدوله ان القطاع الخاص يدخل معنا كشريك اساسي في عمليات الاداره والتشغيل والتسويق، وحتى لو هو عايز يدخل كشريك اساسي من خلال تمويل اهلا وسهلا. لكن النهارده انا بقولها اهو، احنا خدنا الجزء الاصعب ويمكن الخطوات اللي ممكن القطاع الخاص نفسه ما كانش يقدر يعملها، وده اللي انا عايز اكد عليه في هذه الجزئيه. الدوله بتختار بطريقه محترفه ايه القطاعات اللي نبدا نعيد تاهيلها وتطويرها علشان تكمل، ونبدا مع برضه مع القطاع الخاص نشتغل مع بعض في شراكه علشان نضمن استدامه واستمراريه وتطور العمل في هذه المؤسسات. مش عايزين تاني نكرر نفس الاخطاء اللي حصلت من 30 و40 سنه، ولازم نتعلم من هذه الدروس. عشان كده انا باكد من خلال هذه الزياره المهمه جدا حرص الدوله الشديد على دعم قطاع الصناعه، وحضراتكم متابعين كل الخطوات اللي الدوله النهارده بتاخدها، ولكن لازم نبقى واخدين بالنا عقبال ما بيتعمل مشروع بهذا الحجم وبيظهر بياخد على الاقل 3-4 سنين عشان يبدا نتائجه تظهر على الارض. ده غصب عننا، لان زي ما حضراتكم شايفين مجرد اعمال التصميم والانشاءات والمكن ده كله عشان يتصنع، حضراتكم المكنة اللي ورانا دي اللي هي واحدة منهم طولها 63 متر، دي مكنة واحدة يا جماعة، دي مش حتت. فدي عشان تيجي، وحضراتكم شايفين كم مكنة النهاردة ما شاء الله، ولسه في مجموعة تانية هتركب. فاحنا بنتكلم على الهدف من هذا المشروع ان احنا هنطلع انتاجية 5 و6 اضعاف اللي كان موجود من الغزل والنسيج والكميات المنتجات المختلفة عشان تخدم السوق المحلي، وعشان كمان تبقى للصادرات، ولكن الأهم عشان تلبي كمان احتياجات مش فقط مصانع الدولة ولكن أيضا القطاع الخاص. فعشان كده أنا بأكد النهاردة من خلال الحمد لله هذه الزيارة، احنا طبعا يعني هذا المشروع مشروع ضخم جدا، الدولة بتدعم قطاع الصناعة، الدولة بتدعم الشركات التابعة ليها، وحاطين ليها خطط إعادة هيكلة وتطوير كبيرة جدا للشركات اللي احنا شايفين ان هناك جدوى من استمرارها، وهو ده الأهم اللي لازم تبقى الرسالة. وفي الحالة دي احنا لا نتأخر في توفير عشرات المليارات من التمويل عشان نقيم ونعيد إحياء مثل هذه الشركات. أنا بشكر حضراتكم جدا على هذه الزيارة، وزي ما حضراتكم شايفين، وإن شاء الله بتمنى لكل الزملاء إن إحنا مع بعض، ويمكن يبقى أكيد بإذن الله سيادة الرئيس يبقى موجود معانا إن شاء الله وقت تشغيل هذه القلعة الصناعية العملاقة بإذن الله. شكرا يا فندم، شكرين.